بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض موديول 1 في كورس الـ MS Modeling and Simulation. هنيجي دلوقتي للجزء السابع في الموديول بتاعنا، يعني مجرد اوفر فيو او بريفنج يعني سريع عن الفرق بين الانالوج والديجيتال الكترونكس. يعني اكيد معظم الناس اللي بيسمعوا الكورس اصلا اوير بالحاجات دي، بس مجرد مراجعه كده سريعه مع بعض. كالكترونكس ان جنرال اصلا نقدر نقسمها لـ 3 بيج برانشز، يعني المايكرو الكترونكس او الاي سي ديزاين والسيستمز والباور الكترونكس. الباور الكترونكس دي بتاعت الناس بتوع باور، احنا ما بندخلش فيها قوي كالكترونكس كوميونيكيشنز. يعني اللي احنا ممكن نشتغل فيه هو الاي سي ديزاين والسيستمز. السيستمز طبعا بيندرج تحتيها الامبيدد سيستمز، اللي بيشتغل فيها تخصصات اكتر من مجرد الكترونكس كوميونيكيشنز. ممكن ناس مثلا بتوع كمبيوتر، ناس بتوع ميكاترونكس يشتغلوا في المجال ده. لكن المايكرو الكترونكس بقى هي اللي اكتر ناحيه الالكترونكس كوميونيكيشنز، تنقسم ان جنرال لانالوج وديجيتال. الانالوج ده محتاج صرف حد بتاع الكترونكس. الديجيتال في جزئين، جزء اللي هو الفرونت اند والباك اند. الفرونت اند هو اقرب الى الاركتكتشر، فده ممكن يشتغل فيه اي حد فاهم لوجيك وفاهم اركتكتشر، كمبيوتر اركتكتشر مثلا، سواء كان بتاع الكترونكس او كمبيوتر. لكن الجزء بقى بتاع الباك اند، بتاع الفيزيكال امبلمنتيشن بتاع الشيب نفسها، برضه ده بيكون محتاج الكترونكس انجينير. ايه الفرق بين الانالوج والديجيتال؟ زي ما احنا عارفين الانالوج بيكون كونتينوس في التايم والامبليتيود، الديجيتال بيكون ديسكريت في التايم والامبليتيود. احد يمكن اشهر الحاجات كفرق بين الانالوج والديجيتال ان الانالوج بيكون سنسيتيف تو نويز، يعني لو جت عليه نويز ما اعرفش ان انا ريستور السيجنال تاني، في حين ان الديجيتال اقدر ان انا احط ثريشولد، بعد لما احط الثريشولد دي اقدر ان انا ارجع ال 1 1 تاني وارجع 0 0 تاني، فبالتالي مش هتاثر بالنويز اللي كانت على السيجنال. مش هو ده في الحقيقه الميزه الوحيده للديجيتال. الديجيتال ليه ميزات تانيه كتير، يمكن اهم كمان من كده. من ميزات الديجيتال ان انا سهل ان انا اعمل له ستورج، بروسيسنج، اعمل اوتوميشن للديزاين وللتستنج، اعمل له بورتنج من تكنولوجي للتانيه. وهو في الحقيقه هو اللي بيستفيد فعلا من مورز لو. يعني المورز لو الهدف منه هو بي بي اي. حتى لما كنا بنتكلم ان دلوقتي التكنولوجيز لما يقول لك 10 نانو ثم 7 نانو ثم 5 نانو، دي ما لهاش اي علاقه بالفيزيكال دايمنشنز، لكن ليها علاقه بان انا كل مره بحسن في البي بي اي. فهنا انا البي بي اي بتاعتي احسن، هنا البي بي اي بتاعتي ايه؟ بتاعتي احسن. وده اللي خلف بيخلي احيانا في الحقيقه المصانع كل واحد يكليم ان هو يعني احسن من التاني. يقول لك مثلا ده انا السبع نانو بتاعتي احسن من ال 10 نانو، احسن من ال، او العكس، يقول لك انا ال 10 نانو بتاعتي احسن من 7 نانو بتاعتك. طب ازاي؟ هو ولا ده عنده 7 نانو اصلا، ولا ده عنده 10 نانو، وده عنده بي بي اي ادفانتجز وده عنده بي بي اي ادفانتجز، وكل واحد بيكليم ان البي بي اي ادفانتجز بتاعته احسن من الايه؟ احسن من الثاني. لكن في الاخر الدايمنشنز الحقيقيه اصلا ممكن تكون ولا انت عارف ده ايه الدايمنشنز بتاعته، ولا انت عارف ده ايه الدايمنشنز بتاعته. الحاجات دي في كتير من الاحيان بتكون حاجات اصلا بروبريتري، يعني المصنع ما بينشرش تفاصيل عن التكنولوجي بتاعته، بيعتبر ان ده يعني سر الصنعه بتاعته، فما بينشرش اي تفاصيل وبيديك معلومات مبهمه جاست جينيريك كده انفورميشن عن التفاصيل بتاعت الديفايسز والتصنيع بتاعها. طب لو الديجيتال حلو كده، امال احنا لسه بناخد انالوج؟ يعني عشان احنا عايشين في عالم انالوج، طالما العالم بتاعنا مش هيتغير هيفضل انالوج، يبقى هنفضل دايما محتاجين الانالوج. زي ما انا كده بتكلم معاكم دلوقتي وانا بتكلم في ترانسديوسر مايك، بيحول الصوت بتاعي ده الى اشاره كهربيه، باخد الاشاره الكهربيه دي وعلى الاقل محتاج تو بلوكس، امبليفاير يكبرها ثم اي تو دي يحولها من انالوج لديجيتال، بعد كده بقى هتروح على البروسيسورز والميموريز بتاعتي. فعمري ما هقدر استغنى عن الانالوج انترفيس، لان انا زي ما احنا قلنا انا دايما عايش في عالم ايه؟ دايما عايش في عالم انالوج. فان جنرال بتلاقي ان السيجنال بروسيسنج تشين بيبدا بالفيزيكال وولد بتاعنا، سواء انت عايز تقيس صوت، عايز تقيس ضوء، صوره يعني تصور صوره، تقيس حراره، تقيس ضغط، تروح على ترانسديوسر اللي هو هنا هيبقى سنسور، هياخد الصوره دي او الصوت ده او الضغط ده يحوله لاشاره كهربيه بتبقى صغيره جدا محتاج تكبرها، بعد كده تحولها ديجيتال، بعد كده تروح بقى على العالم الديجيتال، العالم الافتراضي بقى اللي احنا ايه اللي احنا عايشين فيه بقى، بس من الناحيه الوهميه، من الناحيه الافتراضيه، اللي هي الموبايل فونز والكمبيوترز بتاعتنا والانترنت والكلام ده. طيب وانت ماشي في الاتجاه العكسي بقى بتعمل العكس، بتحول من الديجيتال للانالوج دي تو اي، وبرده عايز امبليفاير، وبعد كده عايز هنا بقى ترانسديوسر تاني بقى يعمل العمليه العكسيه، يحول مثلا من الاشاره الكهربيه الى صوت، يحول الاشاره الكهربيه الى ضوء،
يحول إشارة كهربية إلى حركة، بيعمل العملية العكسية بتاعت الإيه؟ بتاعت السنسور. فلو خدنا مثال مثلا على الكلام ده، يمكن من أهم الأمثلة الـ RF systems مثلا، إحنا بنستعملها عشان سواء بقى بنتكلم على الـ 2G 3G 4G 5G اللي هي الموبايل كوميونيكيشنز يعني، أو بنتكلم على الواي فاي، أو بنتكلم على البلوتوث، أي حاجة فيها وايرلس كوميونيكيشن. فأنت عندك هنا الديجيتال بروسيسنج والستورج اللي هو الموبايل بتاعك أو الكمبيوتر بتاعك اللي فيه بروسيسور وفيه ميموري. طيب إزاي بقدر بقى إن أنا أعمل وايرلس كوميونيكيشن؟ زي ما اتفقنا بقى، عندي السنسور بتاعي هنا هيكون هو الانتنة في الحقيقة، السنسور ده هو اللي هيستقبل الويفز ويحولها إلى سيجنال، تدخل على ريسيفر. طبعا الريسيفر ده مش بلوك واحد، ده كذا بلوك من جوه. الريسيفر ده هيبدأ إن هو يريسيف السيجنال، يعمل لها دي موديوليشن، وبعد كده تدخل على امبليفاير، بعد كده اي تو دي، وبعد كده أبدأ أتعامل معاها. العكس بقى الناحية التانية، بيحول من الديجيتال للأنالوج، برضه بدخل على امبليفاير، وبعد كده بروح على ترانسميتر، برضه ده مش بلوك واحد، ده بلوكس كتير. وهيكون بقى الايه الحاجه اللي هتحول من الالكتريكال سيجنال الى الويفز هي نفسها في الحقيقه الانتنه. في الحقيقه في معظم الاحيان بتكون هي نفس الايه نفس الانتنه اصلا، اقدر استعملها في الريسيفنج والترانسميشن. طبعا تفاصيل الحاجات دي بتدرس في كورسات ال ار اف. برده من احد اهم الانالوج بلوكس في الحقيقه هو الباور مانجمنت، وده بس مش بيغذي الانالوج بلوكس، ده اللي بيديها السبلاي بتاعها يعني، لا ده كمان بيغذي السبلاي بتاع الديجيتال بلوكس. فالباور مانجمنت ازاي ان انا اخد الباور سواء من البطارية مثلا أو من أي حاجة تانية، ودي لكل سيركت السبلاي بتاعها اللي هي محتاجاه يكون ستيبل ويكون نويز اللي عليه قليلة. السيركتس اللي بتعمل الكلام ده هي اللي بنسميها الباور مانجمنت سيركت، أو بتخلي بقى البطارية بتاعتك مثلا تتشحن، أو يعني يتابع بقى الإيه يتابع الهيلث بتاعتها. كل الحاجات دي بتبقى ليها علاقة بالباور مانجمنت سيركتس. طب هل معنى بقى ان احنا البروسيسنج والستورج كله بيحصل في الديجيتال ان الديجيتال ديزاين اهم من الانالوج ديزاين؟ في الحقيقه لا مش شرط. ليه؟ لان الديجيتال ديزاين هو الى حد كبير اوتوماتيك، يعني محدش بيروح يحط الترانزستورز دي بايديه. في معظم الاحيان انت بتعمل الديسكريبشن بتاع الديزاين ات هاير ليفل اوف ابستراكشن، وهنشوف الكلام ده قدام. بعكس بقى الانالوج ديزاين اللي هو لحد دلوقتي لازم ان انت تحط الدايره بتاعتك ترانزستور ترانزستور، سواء على مستوى الديزاين والسكيماتيك وكمان على مستوى اللي اوت. تعالوا ناخد برضو مثال كمان على ميكسد سيجنال سيستم. السيستم ده عباره عن هيرنج ايد، اللي هي الناس اللي عندهم ضعف في السمع مثلا، بحتاج ان انا القط الاشاره نفسها اللي هي الصوت عن طريق مايك اللي هو الترانسديوسر بتاعي، وبعد كده اكبره ببلوك ليه فاريبل جين، والجين ده بيتغير بطريقه اوتوماتيك اللي هو بنسميه اوتوماتيك جين كنترول. وبعد كده احوله فروم انالوج تو ديجيتال. لو انا عايز اعمل عليه بقى بروسيسنج او فلترنج، بعد كده ادخله على دي اس بي لو انا عايز اعمل عليه برده اي ديجيتال سيجنال بروسيسنج، وبعد كده ارجع احوله دي تو اي، وبعدين اروح على اتش بريدج درايفر عشان يدرايف السبيكر اللي هتطلع الصوت متكبر، عشان الشخص اللي عنده ضعف في السمع يقدر ان هو يسمع الصوت بوضوح. فده برده مثال على ميكسد سيجنال سيستم. وزي ما قلنا بقى، سواء وانت داخل السيستم او وانت خارج من السيستم، ما اقدرش استغنى عن الانالوج بلوكس، وفي القلب بتاع السيستم دايما هيكون عندك ديجيتال سيجنال بروسيسنج او ديجيتال ان جنرال ديجيتال ستورج وديجيتال بروسيسنج. فلو عايزين نجاوب تاني بقى على السؤال، واحنا ليه مهتمين بالانالوج ديزاين؟ عشان زي ما قلنا العالم الافتراضي بتاع الديجيتال ده اكنك قاعد جوه بيضه كده، وانت عندك بره العالم الحقيقي، ده العالم الحقيقي. واي بقى حاجه انت عايز تدخل العالم الافتراضي او تخرج من العالم الافتراضي، لازم تروح لايه؟ تروح للانالوج سيركت هي اللي تعمل لك الوظيفه دي. فاي ابلكيشن بيتعامل مع الواقع، سواء بيتعامل مع اوديو، مع فيديو، مع ميكانيكال ترانسديوسرز، مع حاجات ليها علاقه بالبايوميديكال او بايوكيميكال، مع حاجات ليها علاقه بان انا بتحكم في حاجات اللي هي بتعمل ديجيتال ستورج، مع حاجه ليها علاقه بالار اف كوميونيكيشنز، مع حاجه ليها علاقه بالواير لاين كوميونيكيشنز، كل الحاجات دي هو ده العالم اللي احنا عايشين فيه. فوانا بتعامل مع العالم ده لازم اعدي على قشره البيضه دي، وقشره البيضه دي لازم تكون انالوج سيركت، ولازم اللي يعملها انالوج ديزاينر. في حاجه كمان برضو الناس ما تعرفهاش بتخلي الانالوج ديزاين مهم، وهو ان الديجيتال ديزاين في الحقيقه لما يكون عندك سبيكس عنيفه، سواء بتتكلم على حاجه هاي سبيد او حاجه لو باور، ساعتها بقى الديزاين اوتوميشن اللي هو عن طريق السنسس والبليس اند راوت، لما ناخد الفيري لوج او البيتش دي اللي اعملها سنسس وبليس اند راوت، مش بيقدر يحقق السبيكس دي. فساعتها بحتاج ان انا اروح اعمل الديجيتال ديزاين ده على الترانزستور ليفل.
ومين اللي بيعمل ديزاين على الترانزستور ليفل؟ هو ده اصلا الانالوج ديزاينر في الحقيقه. يعني هو انالوج ديزاينر مش بس ان هو بيتعامل مع سيركت انالوج، لا ده هو في الحقيقه الانالوج ميكسد سيجنال ديزاينر، هو اي حد بيتعامل مع السيركت اد ترانزستور ليفل. فبالتالي اللي هيعمل الديجيتال سيركت دي، اللي هيعمل الهاي سبيد ديجيتال ديزاين مثلا، هو في الحقيقه انالوج ديزاين، هيستعمل نفس بالظبط الكونسبتس ونفس النولج بتاعت الانالوج ديزاين، زياده عليها طبعا شويه معلومات اضافيه، وساعات بيحتاج حاجات ليها علاقه كمان بالديجيتال سيجنال بروسيسنج. بس اني واي انت لازم يكون عندك انالوج ديزاين نولج عشان تقدر تتعامل مع اي سيركت على الترانزستور. فلو خدنا مثال على كده، مثلا لو انا بتكلم على حاجه زي اليو اس بي، اليو اس بي هي ديجيتال سيجنال، بس الديجيتال سيجنال دي اللي هيبعتها الترانسميتر اللي هيبعتها هنا ده، لازم اللي هيعمله هو الانالوج سيجنال ديزاينر. بعد كده هتروح على الكيبل، هيحصل لها ديستورشن واتنيويشن، فلازم اللي يروح يعمل برضه ريسيفر الناحيه الثانيه هو برضه الانالوج ميكسد سيجنال ديزاينر. وكل طبعا ما الداتا ريتس بتاع الستاندردز زي اليو اس بي او غيره يزيد، كل ما ديزاين بقى مور تشالنجينج وبيحتاج في الحقيقه ديزاين ايفورت اكبر. زي ما قلت بقى زياده على كده كمان بتحتاج ان انت يكون معاك نولج ممكن في دومينز ثانيه زي السيجنال بروسيسنج.